مصر عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. محمد صلاح، يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. سيداتي، أنساتي، سادتي، أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة. جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق. لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم. وركلة البداية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، والآن هذه الفرصة. محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على إنهاء الهجمات، استغلال فرص بشكل أفضل. محمد النني، محمد صلاح، كرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. أوقف الهجوم مبكرا قبل أن يشكل أي خطورة. هل تمر الكرة؟ هذه فرصة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. واضح قوة الفريق وقيمته وخطورته في المرتدات. جيد هنا والتعامل بقوة كبيرة. ضاعت الكرة قبل أن تسبب أي تهديد حقيقي. ضغط قوي وينجح في استعادتها. تصبح هجمة مرتدة الآن. بكل قوة، بكل إصرار يواصل المشوار. هل يضعها في المرمى؟ جول للمنتخب المصري. الأمور تبدو سهلة في الملعب لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين ولياقة بدنية عالية من أجل تطبيق هذا الفكر واستغلال الأخطاء والهجوم المرتد في تسجيل أهداف. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. راحت الكرة. لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. يحاول أن يلعب كرة بينية. والفرصة خطيرة. لعبة جميلة في هذه المنطقة بالذات. التحرك كان رائع لكن غاب الإنهاء هنا. التركيز مطلوب أمام المرمى. مصر وركنية أولى في اللقاء. مرت الكرة. السنغال ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. يمر ويلعب كرة بينية. مع النتيجة الحالية أظن المدرب راح يحاول خروج بالشوط الأول لبر. لمسة بينية، كرة ما فيها تسلل، والفرصة. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط. أكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ مصر يتقدم بهدف دون رد في الشوط الأول. وها هي صافرة الانطلاق.
مصر يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. تريزيجيه هل يستطيع الحفاظ على هذا النهج حتى نهاية المباراة؟ صعب جدا في رأيي على المدرب أن يكون حذر في الدقائق القادمة. يلعبها لمنطقة الخطر، كرة تعود للخلف، بإمكانه إبعاد الكرة. عمر كمال، حمدي فتحي، حمد النني، عمر كمال، سهولة في نقل الكرة بين اللاعبين. إمكاني تريزيجيه والكرة في الشباك. الله ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. روعة الاستلام هي من أعطت الهدف مظهر جميل. لقطة لا تنسى، هدف سينمائي، لقطة خيالية. نتوقف لا المرة الأولى من أجل التبديلات. مصر يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين بالتأكيد. الآن خطيرة، المتابعة موجودة. يا سلام على كورة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. مسكين بصراحة حارس المرمى في هذه اللقطة، تألق في الأولى لكن لا يمكن أن يستمر في الدفاع عن مرمى بمفرده. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. التمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب. صلاح، مصر عليهم استغلال هذه الفرصة لإنهاء أي أمل في العودة في الدقائق المتبقية من المباراة. محمد صلاح، يا إلهي، الكرة تعانق الشباك وتشعل الأجواء وتبدأ الاحتفالات في المدرجات. قد ينهي هذا الهدف المباراة لصالحهم. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. عمر كمال يبعد الكرة، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. فعلوها، انتصار مدهش بأداء كبير بمستوى غير عادي، مباراة ممتعة هنا ونتيجة مستحقة نظرا لما تابعناه في الملعب. محمود تريزيجيه اختير رجل المباراة ويستحق هذه الجائزة في رأيي.